السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخص انمي اوتوم جيم سكاي. واسم الانمي طويل جدا مثل نصوص التاريخ، لهذا سوف تجدون الاسم في الوصف. لكن لو اعجبكم الانمي وتريدون ان نستمر في تلخيصه، فجروا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة مهم، لانه بفضله ستتوصلون بالملخصات القادمة. واهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا. تبدأ الاحداث بشاحنة تصدم بنت، ومن الواضح أنها قتلتها مباشرة، لكن تلك الفتاة سوف تستيقظ في عالم اللعبة التي كانت تلعبها، وهذا الشيء طبيعي، لكن هي لم تفهم أي شيء، لأنها في اللحظة التي قالت أن حياتها انتهت أمام تلك الشاحنة، فتحت عينها مرة أخرى في عالم آخر، أو تلك الصرخة التي كانت تريد أن تصرخها عندما رأت الشاحنة صرختها عندما فتحت عينها في العالم الآخر. هو اسمها في هذا العالم بريد روميل إيفي، وعمرها 8 سنوات، وهي ابنة ملكة وملك مملكة فريزا، وباختصار هي الأميرة المستقبلية. لكن لماذا هي بعثت في جسد بريد من بين كل الناس؟ لأنها لا تصدق أنها تجسدت كزعيم الآخر الأكثر شرا وفسادا في اللعبة، لأنها في هذه اللعبة سوف تدمر المملكة وكل الناس التي تحبها، وفي الأخير سوف يقتلها البطل. وعندما استيقظت عرفت أنه في هذه اللعبة الآن سوف تموت بعد 10 سنوات من الآن، لهذا هي الآن تحتاج أن تغير القصة كليا، وهذا إن كانت لا تريد أن تموت. بعدها بريد استفاقت ووجدت نفسها في السرير لأنها فقدت الوعي، وهي الآن تفكر ما الذي سوف تفعله لكي تنقذ نفسها وتغير قصة اللعبة. لكن فجأة دخل أبوها الذي كان قلق جدا عليها، وأبوها كان هو الملك وبريد هي بنتها الكبيرة، لهذا هو دخل وكان قلق جدا، اطمأن على ابنته وقال لها أن أمها أيضا قلقة عليها وتريد أن تراها، لكن أمها مشغولة جدا ولا تستطيع أن تجد الوقت لكي ترى ابنتها لأنها هي الملكة وهي مسؤولة عن المملكة. لكن علاقتها مع ابنتها ضعيفة جدا وليست بتلك القوة. في تلك اللحظة بريد سألت أبوها هل هي لديها أخت صغرى، لكن هم يخفونها عليها. الأب تفاجأ في تلك اللحظة من سؤال ابنتها المفاجئ، لأنه لم يعرف كيف هي عرفت هذا الشيء، لأنهم حقا يخفون بنتهم الصغرى التي اسمها تيارا، وهي الشخصية الرئيسية في اللعبة. لكن الأب لم يتفاجأ كثيرا، لأنه يعرف أن بنته بريد لديها سحر التنبؤ مثل أمها تماما، والقوة السحرية التي لديها تجعلها تتنبأ بالأحداث قبل أن تحصل، وأصبح هذا السحر رمز للمحظوظين جدا، وغالبا يكونون هم الحكام الشرعيين للمملكة. الأب كان سعيد جدا لأن البنت حصلت على هذا السحر النادر، لكن بريد لاحظت أن هذه الأحداث التي تحصل الآن هي مشابهة تماما للأحداث التي تحصل في اللعبة، ولو استمر الأمر على هذا النحو فالنهاية لن تعجبها، لأنها سوف تموت بكل تأكيد، لهذا يجب عليها أن تتصرف وتجد الحل للورطة التي فيها. بعدها الأب نهض وقال أنه سوف يذهب، لكنه وعدها أنه سوف يعود قريبا وسوف يجعلها تلتقي بأختها الصغرى، وهو ذهب. وبقت بريد في غرفتها تفكر في الخطوة التالية التي سوف تقوم بها. هي تعرف أنه في هذه اللعبة تكون هي الأميرة المدللة، لكن هي تعامل كل الخدم الذي لديها بطريقة وحشية، وفعليا لحد الآن الأحداث مطابقة تماما للعبة، حتى الخدم ينظرون لها بنظرة خوف، لهذا جلست تفكر في الخطوة التي سوف تتخذها الآن لتغير الأحداث. لهذا قررت أن تستخدم مهارة التنبؤ الخاص بها، وفعلا استطاعت أن ترى أن هناك خطر سوف يهدد حياة أبوها، لهذا نهضت بسرعة وسألت الخدم على المكان الذي ذهب إليه أبوها، والخدم مباشرة رد عليها أنه ذهب للسيارة الخاصة به. وهي نهضت إلى النافذة وقامت بالنداء على أبوها، لكن أبوها لم يعرف لماذا هي تريد الحديث معه، وقال لها أنه سوف يلتقي بها مرة أخرى، لهذا هي لم تجد أي طريقة أخرى غير أنها سوف تقف على النافذة كأنها تريد الانتحار. كل الخدم تفاجؤوا وبدأوا يجرون باتجاهها لكي يوقفوها، لكن بريد قالت لهم أن يتوقفوا في الحال، وإلا سوف تقطع رقبة كل من يقترب منها، وذلك جعل الخدم يقفون مكانهم لا يتحركون خطوة واحدة من شدة الخوف. والأب لاحظ أن ابنته تفعل شيء غير طبيعي وسألها لماذا تفعلين ذلك، لتقول له أن عجلة العربة الخاصة به ليست جيدة، ولو ركبها وذهب إلى العمل الذي سوف يذهب إليها الآن سوف يقوم بعمل حادث. وفعلا أبوها لاحظ أن العجلات في حالة سيئة جدا، لكن المفاجأة هي أن الرياح قوية جدا جاءت، وبما أن بريد واقف على النافذة تلك الرياح جعلتها تفقد التوازن وكانت سوف تقع من النافذة، لكن الخدم تدخل وأمسكها في اللحظة الأخيرة، وهكذا بريد نجت من الموت، وأيضا استطاعت أن تغير القليل من الأحداث اللعبة لأنها استطاعت أن تنقذ أبوها من الموت. لكن الخادم من شدة خوفه انحنوا أمامها لكي لا تعاقبهم، لأنهم قاموا بمخالفة أوامرها، لهذا طلبوا منها الرحمة وألا تؤديهم لأنها حقا شريرة ودائما تقوم بتعذيبهم. الخادمة
كانت ترتعد أمامها، لكن بريد الآن لم تعد شريرة، وهي الآن فتاة طيبة، وهي تنظر لذلك المشهد لم تستطع أن تتخيل شدة الرعب الشخصية التي هي بعثت فيها، وبدأت تبكي وقالت لهم أنها آسفة لأنها أوقعتهم في المشاكل. كل الخدم تفاجأوا من الشيء الذي يحصل، هل حقا تلك الشيطانة تبكي؟ بعدها أبوها مباشرة عاد إلى غرفتها ليجد أن ابنته جيدة لم تتأدى، وسألها لماذا تبكين؟ هل أزعجك أحد ما؟ لكن قالت له أنه آسفة على ما فعلته، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي أحد أزعجها هنا، وقامت بحماية الخدم لكي لا يحصل لهم أي مشكل، لكن أبوها سامحها مباشرة وشكرها لأنها حقا أنقذت حياته. بعدها قال لها أن تعود إلى سريرها لأنها لا زالت مريضة، وحكى لها الكثير من القصص عن أختها الصغرى، وقال لها أنه بعد شهر سوف تصل أختها الصغرى إلى 6 سنوات، وفي ذلك اليوم الذي سوف تصل فيه ل6 سنوات سوف يجعلهم يتقابلون، وقال أنه سوف يقوم بتبني طفل صغير لكي يساعدها في كل شيء تريده لحد ما تكبر وتصبح هي الملكة على هذا البلد، وهي من المفروض أن تعامل ذلك الطفل كأخوها بالضبط. بعدها مباشرة بريد نامت وبدأت تتذكر كيف كانت تعامل أخوها الصغير في اللعبة، لتجد أنها كانت تعامل أخوها الصغير بطريقة سيئة جدا، وهو كان يكرهها وكان يريد أن يتخلص منها. لتمر بعدها بعض الأيام وبريد بدأت تتعامل مع الخدم الخاصين بها بطريقة جيدة عكس الأحداث اللعبة، في محاولة منها لتغيير الأحداث هذه اللعبة بأي طريقة ممكنة، والخدم كانوا مستغربين من طريقة المعاملة الجديدة الخاصة بسيدتهم لأنها أصبحت أكثر لطف معهم. بعدها جاء اليوم الذي سوف يأتي أبوها وأحضر معه ذلك الطفل الذي سوف يكون هو أخوها، وقال لهم أن هذا الطفل سيكون هو الخادم الخاص بها وسوف يعمل لها أي شيء تريده، وهي يجب أن تعامله كأخوها بالضبط. والطفل كان اسمه ستيل، وهو قروي كان يعيش مع أمه، وهذا الفتى وحده سوف يكون من بين الأبطال الذين سوف يقتلون الأميرة في نهاية اللعبة، وهي لاحظت أن لديه سلاسل في يده لأنه لديه سحر الانتقال لأنه حاول أن يهرب منهم كثيرا، لهذا قاموا بوضع السلاسل على يده لكي لا يهرب، وهو كان يبدو عليه أنه حزين جدا ويريد العودة إلى أمه، لكن بريد أمسكت يده وتحدثت معه لكي تفرح قليلا، وقالت له أنهم سوف يصبحون إخوة ابتداء من هذا اليوم، والأب كان سعيد جدا بطريقة تعامل ابنته، وقال لهم أنهم من الغد سوف يجعلون ستيل يمضي على عقد التبعية لكي يكون الخادم الخاص بها. فتلك اللحظة بريد تذكرت بعض الذكريات القديمة عندما كانت تلعب اللعبة، ورأت عندما كانت تجلس أمام ستيل وقالت له أنه لو أمضى على عقد التبعية سوف تجعله يرى أمه مرة أخرى، وهو فعليا مباشرة قام بالإمضاء على العقد، لكن بريد بدأت تضحك عليه وقالت له أنه قروي جاهل لا يعرف لا قراءة ولا كتابة، لأنها فعليا ضحكت عليه وجعلته يمضي على عقد العبودية بدل عقد التبعية. هذه اللحظة ستيل أصبح عبدا عندها، يجب عليه أن يفعل أي شيء ويسمع الكلام أو سوف يموت، لكن بريد مباشرة بعدما تذكرت هذه الذكريات كانت خائفة جدا وقالت أنها سوف تحتاج أن تقوم بشيء مختلف هذه المرة لكي تغير أحداث اللعبة. بعدها في ذلك اليوم في المساء ذهبت بريد لتكلم ستيل وقالت له أنها تريد التحدث معه عن شيء مهم جدا قبل أن يمضي على عقد التبعية. أعطتها المفتاح الذي يفتح السلاسل التي يرتديها وقالت له أن يهرب الآن من القصر لكي يذهب لرؤية والدته، لكن ستيل رفض هذه الفكرة وقال أن الحراس قد منحوها الوقت الكافي لكي يودع أمه، بالإضافة إلى أنه لو هرب سوف يمسكون أمه ويعذبونها، وهو الآن ليس لديه أي اختيار إلا أن يبقى في القصر ولا يحاول الهرب أبدا، وطلب منها أن تأخذ المفتاح معها وتعيده لمكانه لأنه لا يريد أي مشاكل، وفعليا بريد سمعت كلامه وأعادت المفتاح لمكانه، لكنها في نفس الوقت كانت حزينة جدا عليه واعتذرت منه عن أي مشكل تسببت بها له. بعدها في الغد قاموا بالإمضاء على العقد التبعية، ومنذ ذلك اليوم أصبح الخادم الخاص بها، ليأتي بعدها مساعد الملك، لكن بريد كانت متفاجئة ومستغربة لأنها لم تتذكر أنه يوجد مساعد الملك، وهو عندما اقترب من بريد لاحظ أن شخصيتها تغيرت فعليا وتغيرت بشكل كبير جدا، هي الآن أميرة صالحة، لكن جاء الملك وأعطاه ضربة وقال له أن يسكت. بعدها بريد بدأت تعامل ستيل بطريقة جيدة لكي يعتاد على أجواء القصر، وأمضوا فترة طويلة يلعبون مع بعض، لكن في أحد الأيام وهم يلعبون ستيل فقد الوعي وسقط على الأرض، أخذه لغرفته وجلست بريد بجانبه لكي تعتني به، وكانت حرارته مرتفعة جدا لأنه طول الفترة الأخيرة كان يحاول أن يذاكر ويتعلم القراءة والكتابة لكي يكون خادم جيد لبريد. وفي تلك الأثناء وهو نائم، لكن في نفس الوقت بدأت الدموع تنزل من عينيه لأنه يتذكر أمه التي يفتقدها كثيرا. بعدها
بريد جاءتها بعض الذكريات القديمة عندما كانت تلعب اللعبة، وتذكرت أن بريد الشريرة عذبت ستيل لدرجة كبيرة جدا حتى جعلته هو يقتل أمه بيديه، وبدأت هي أيضا في البكاء لأنها كانت الشخصية الشريرة جدا في اللعبة. وستيل لاحظ أنها تبكي وسألها ما المشكلة، لكنها قامت بحضنه واعتذرت منه وقالت له أنه بعد 10 سنوات عندما يكبر وتكبر هي أيضا وتصبح الملكة عليه أن يكون هو البطل الذي سوف يقتلها. لكن هو في تلك اللحظة تفاجأ وصدم، لماذا سوف يقتلها بعد 10 سنوات؟ كيف يمكن أن يقتل الشخص الذي يحسن له؟ لتنتهي الحلقة الأولى من الأنمي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، وملتقانا في المقطع القادم. مع السلامة.